اليوم مجموعين هنا في نطاق الدورة الثالثة ليوم تي سيكوريتي داي اللي هو يوم مخصص للسلامة وسلامة المعلومات بالخصوص، وخاصة واتصالات تونس الحق هذه ثالث مرة بيان سور نقوم بهذه الدورة، والهدف منها هدف أولا هو هدف تحسيسي اللي معناها التحسيسي عن تحسيس لموضوع السلامة بصفة عامة، وكذلك هو فرصة لنحن كاتصالات تونس وكذلك للفاعلين وللشركاء نتاعنا في اتصالات تونس باش نتعرفوا على الوضعية اليوم تاع السلامة والسلامة المعلوماتية في تونس، وكذلك شنو الحلول اللي التي الموجودة عندنا، وكذلك نتعرفوا على شنو مستقبل السلامة المعلوماتية في وافق السلامة المعلوماتية في ظرف التطورات التكنولوجية وخاصة التطورات الرقمية، وقد عديد من التكنولوجيا الجديدة اليوم الـ4G سيدي يعنو، معناها اليوم نحكيو على 5G، نحكيو على الانترنت دي زوبجي، نحكيو على الانتليجونس الارتيفيسيال، نحكيو على بيج داتا وكل شيء. دونك هذوما يلزم نحضروا احنا، هذوما التكنولوجيا الجديدة هي فرصة الحق لتطوير عديد من المجالات وتطوير الرقمنة بصفة عامة واستعمال الرقمنة في كل الخدمات في عديد من الخدمات اللي نجموا نقوموا بها، ولكن في نفس الوقت هو كذلك فما فيها بعض المخاطر يلزمنا معناها نحضروا احنا ليها ونتفاداوها. هي هذه دورة مهمة لأنها تحكي على موضوع اللي نعتبروه نحن اليوم تحدي كبير اللي هو السلامة المعلوماتية، وأيضا فرصة على خاطر احنا كان نحبوا نحطوا بلادنا في الرادار متاع العالم فيما اللي يتعلق بالاقتصاد الرقمي، يلزمنا نبعثوا برسالة ثقة للعالم هذا باش نسجل بالمستثمرين والناس اللي تحب تستثمر وتعطي ثقة في بلادنا وتجيب استثماراتها وتخدم في التكنولوجيات الرقمية الجديدة. وبالتالي نحن من خلال مثل هذه التظاهرات وخاصة من خلال العمل اللي قاعدين نقوموا فيه على مستوى وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، نحبوا نبعثوا بهذه الرسالة، رسالة أنه بلادنا فيها ثقة رقمية، خاصة بأنه احنا قاعدين نخدموا عملنا استراتيجية السلامة المعلوماتية في إطار مجلس الأمن القومي، وهذا بينت أنه احنا عندنا وضوح رؤية في هذا الجانب، وأنه الموضوع هذا واخذينه بجدية وفي أعلى مستوى في الدولة، اللي تعرفوا مجلس الأمن القومي فيه معناتها المستويات العليا في الدولة، كيف أيضا اشتغلنا على الإطار القانوني، اليوم قانون حماية المعطيات الشخصية موجود في مجلس نواب الشعب، ومن هذا المكان يعني ماذا بيا نوجه نداء إلى نواب الشعب أنه يسرعوا في المصادقة عليه. كيف أيضا هناك قانون مكافحة الجرائم السيبرنية اللي هو أيضا قانون مهم وندعو أيضا إلى التسريع في المصادقة عليه، والقانون الثالث اللي اشتغلنا عليه واللي بشي يكمل هذه الأرضية، أرضية الثقة الرقمية، هو المجلة الرقمية، لأن المجلة الرقمية فيها محور كامل للثقة الرقمية، وهي أيضا مجلة الفلسفة متاعها هي فلسفة متاع تشجيع للاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وأيضا الفلسفة متاع الحماية، حماية أو توفير أرضية حماية للفضاء السيبرني الوطني. عنا عمل كبير ينتظرنا نحن كأجهزة دولة، خاصة حماية المنشآت الحساسة، ولكن أيضا ندعو كافة الفاعلين ومنهم مشغلي اتصالات من بين اتصالات تونس أنه أيضا يستثمروا في مجال السيبرنيتيك، مجال الحماية والسلامة المعلوماتية، لأنه هذاك الشرط الأول لإعطاء الثقة للمستثمرين باش يجيوا يستثمروا، وبالتالي هم كيف يستثمروا المستثمرين في تونس هم يربحوا ويعني تتحقق نمو بالنسبة لهم. كذلك أيضا يجب أن نستفيد من قدرتنا في تونس على تخريج الكفاءات. احنا توا شفنا الهاكاتون اللي قاعد يتعمل اون باراليل نتاع التظاهره هذه، يعني مجموعه شبابيه متميزه فيها 30 شاب قاعدين يخدموا على احدث التكنولوجيات من اجل يعني اختراق هذه الشبكات المحصنه، ويوريو انه بالفعل عندنا كفاءات بشريه في تونس في مستوى عالمي. دونك يلزمنا نوجدوا الارضيه باش نستفيد من هذه الكفاءات، ويستفيد منها الشركات متاعنا الوطنية وخاصة مشغلي الاتصالات والشركات الكبرى،
باش نحميو شبكاتنا وباش نعطيو كما قلت الثقة الرقمية في اقتصادنا.